السؤال الثاني، فما شخص تو انا نشوف فيه خريجي معناها انا نحبه برشا، كيف بالضبط باش نعطي عليه تقديم صغير، انا باش نعطي عليه تقديم صغير الشخص هذايا اللي انا نحبه برشا. الشخص هذايا هو اسطوره، اسطوره اسطوره اسطوره، وعيطوا له اسطوره في راسين كاري، وانا نحبه برشا وانتم تحبوه برشا، وانا عندي بنتي معاكم وعندك بنتك وعندك برشا ناس يحبوك يا ستورة. يا بنين شنو احوالك ساعة ورمضانك مبروك وعيدك مبروك يا ستورة. اي فكيتي لي عادي يا ستورة. ها إلينا شنو تحب تقول لعمي ستورة؟ شنو تحب تقول له؟ نحب نقول له خاطر علاش ما عادش نجي يا حكاية نتاعنا هكا ولا لا؟ اي عندك الحق صحيح، بعد رمضان اي باهي داك توعد يا ستورة عايشة القصيرة اي قلت لهم عليها، ما حكيت لناش حتى حكاية يا ستورة، ما تقولهمش خليها بيناتنا. تبعتها صباح بكري كي عاودوها، قلت لها لميت ساكك وقتها. انا تبعتك في الدبلة في راسين كاري، تحية لي. تعلمتها ولا لا؟ لا ما سمعتهاش برشا. حكيت حكيت ستورة حكيت ستورة راهو عندكم ما تسمعوا، عندكم ما تتمتعوا مع الشخص هذا. خرافات يضرب كي يضربها هو يقدلها برشا ماكلة. ثقافة مالا ستورة ستورة وخرافات وتاريخ. الكل يحبوك يا ستورة والكلهم الكلهم غايرين مالا. أنا أكثر واحدة أي أنت أكثر واحدة تحبوا، حتى أنا نحبوا راهو سمعت مش كان أنت. إيش عامل معاكم الناس مليح؟ والله هما عاملين فيا يا ستورة يا ستورة، هما عاملين فيا يا ستورة يا ستورة، هما عاملين فيا والله هما. عايشك يا ستورة ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وعيدك مبروك مبروك وعيدك حي. عايشك يا ستورة، ميرسي بوكو، تحية العبستار عمام وتحية كبيرة ليه، هذا الشخص الأسطورة اللي نحبوه برشا بالحق بالحق.